ويحكوا ويزعجوا الناس ويدقدقوا على الابواب. لأنا ما رحت صرت ازحف ازحف لأنا ما لقيت زلمه رفعت له ايدي اجى ينقذني وداني في دار. كنت من اول ما بطروا رجلي كنت خايفه انهم ما يركبوا لي طرف انه ما اصير العب اتمني بس هيك قاعد على الكراسه. أصف في دار سيني نص العيل استشهدوا، ما ضلش غير اخون لي واحد متصاب في جرو والتاني صغير وامي متصابه. انا من عيلتي راح 11 نفر 14 نفر اللي هم امي وابويا واخويا الوحيد. انا ماما في الغرفه اللي جنبي مش قادره اروح اشوفها عشان اصابتي. لما اشوف البنات والاولاد وهذا الاطفال اني احكي بصير اعيط واحكي يا رب رجع لي رجلي زي هيك. احلامي كانت اني اطلع لاعب كوره وان شاء الله ما اضيع هالحلم.